صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب كربلاء يا ليتنا يا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كنت تحزن للدكار قتيلي فاحزن لذكرى مسلم ابن عقيل. هو ليث غالب مسلم من أسلمت مهج العدا لفرنده المصقول. أما العراق مبلغا برسالة أكرم بمرسله وبالمرسول. فاكتظ مسجدها بهم وعلت به أصواتهم بالحمد والتهليل. إيه ون ون وياي بالتهليل. فاكتظ مسجدهم بهم وعلت به أصواتهم بالحمد والتهليل. مرحبا بك ليلي. لكنهم ما أصبحوا حتى غدا
في مصرهم لا يهتدي لدليل. أيوة مسلمة، لكنهم ما أصبحوا حتى غدا في مصرهم لا يهتدي لدليل. فأتوهم فردا بمنزل طوعة وقلوبهم تغلي بنار ذحول. فغدا يفرق جمعهم ويصول في وويلا أوساطهم بعزم له مسلول. فغدا يفرق جمعهم ويصول في أوساطهم بعزم له مسلول. حتى إذا كظ الظما أحشاءه وغدا ياتي دماه تسيل أي مسيل. أيوة مسلمة، حتى إذا كظ الظما أحشاءه وغدا ياتي دماه تسيل أي مسيل. فقضى شهيدا في مواطن غربة متضرجا بنجيعه المطلول. عاد ليستجير يكون ينجار وعن قتل حليف الشرف ينجار. صدق مسلم بالحبل ينجار وتتنوم سبقة لعلوج مية وتتنوم سبقة لعلوج مية. لكنما الأمر والمرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ورد عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال مخاطبا رجلا من أصحابه يا أنجش ويحك رفقا بالقوارير يعني النساء صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلوا عليه وآله انطلاقا من الرواية المباركة نتحدث عما عنوناه بالمرأة والصخب الاجتماعي يعني حديثنا حول المرأة باعتبار أننا استوفينا في الليالي الثلاثة الأولى الحديث الحسيني لابد الليالي الأولى تكون منصبة على القضية الحسينية باعتبار أن الجمع يأتي إلى موسم عاشوراء وعند تعطش للقضية الحسينية فلابد أن نشبع هذا الوهج الحسيني ثم بعد ذلك ننطلق في الأطروحة المخطط لها طبعاً عنونا هذا الموسم بعنوان مقتطع من خطبة الإمام سلام الله عليه حجور طابت وطهرت كعبارة كنائية عن أن هذا الموسم سيتناول جملة من العناوين المرتبطة بالمرأة وبالأسرة باعتبار أن الأسرة هي الحجور التي أشار إليها الإمام سلام الله عليه في حركة حجور طابت وطهرت يعني الحواضن التي أنتجت هؤلاء الأبطال الذين آزروا الحسين صلوات الله وسلامه عليه في حركته فاستلهاما من هذه العبارة نحاول أن نسلط الضوء على بعض الجوانب المرتبطة بالمرأة وبالأسرة حتى تكون الرسالة الحسينية في هذا الموسم رسالة مرتبطة بالحالة التربوية والحالة الأسرية ننطلق في هذه الأطروحة من خلال هذا العنوان هذه المحاضرة عنوانها المرأة والصخب الاجتماعي ونتحدث حول هذا العنوان ضمن ثلاثة محاور المحور الأول هو مدخل قرآني المحور الثاني نتكلم عن نظرية في علم الاجتماع مهمة ترتبط بالبيئة النقية وغير النقية وفي المحور الثالث نتحدث عن مظاهر الصخب الاجتماعي التي تشوش عقل المرأة وفكر المرأة وتجعلها تحيد عن أولوياتها وأهدافها نبدأ بالمحور الأول مدخل قرآني ننتقي هذا المدخل من سورة القصص في القرآن الكريم هناك آية مباركة وثقت لنا مشهداً قرآنياً مهم في قصة موسى عليه السلام يرتبط بالمرأة وهي الآية المباركة 23 قوله تعالى ولما ورد ماء مدياً وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير
هذه الآية المباركة انتقى القرآن فيها هذا المشهد بعناية، مشهد وصول موسى عليه السلام إلى بلدة مدين التي كان حاكمها شعيب، نبي الله شعيب عليه السلام. فأول منظر رآه موسى أنه رأى مجموعة من الناس مصطفين على مكان للسقيا يستقون فيه الماء، ووجد من دون هؤلاء الجمع امرأتين تذودان الناس ومتكترتين عن الناس. فتساءل موسى، المنظر لفت نظره، شلون امرأتين وسط هذا الزحام تحاول أن تبتعد عن الرجال؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أبدوا منهجهم في حضورهم لهذا المكان أن الذي دعاهم للحضور أن أباهم شيخ كبير، وأنهم لا يمكن أن يسقون الماء إلا بعد أن يصدر الرعاء، يعني بعد أن ينتهي الرجال ويخلو الماء نأتي ونسقي أو نستسقي. هذا المشهد في واقع الأمر برغم اختصاره إلا أنه يعطي منهجاً قرآنياً واضحاً حول المرأة وعمل المرأة. اليوم من المسائل المهمة التي تشغل ذهن نسائنا مسألة العمل، هل من حق المرأة أن تنزل إلى الساحة الاجتماعية وتمارس عملها كغيرها من الرجال، أم أن المرأة خلقت للبيت وللأسرة وليس من حقها أن تمارس أي عملاً أو أي عمل اجتماعي؟ القرآن يعطي هنا المنهج فيصور لنا بأن عمل المرأة أمر مشروع لا مانع منه، ولذلك كل الفقهاء يفتون بأن عمل المرأة لا مانع منه إذا كانت المرأة قادرة على أن تراعي الضوابط الشرعية المرتبطة بحجابها بعفتها بكامل الشؤون الفقهية، لا مانع أن تمارس المرأة دور العمل. بل وإذا كانت المرأة في حاجة إلى العمل، بمعنى أنها لا تجد من ينفق عليها وكان الأمر منحصر فيها أن توفر لقمة العيش لنفسها ولعيالها ولمن يلوذ بها، هنا في واقع الأمر تدخل المرأة في عنوان كل الروايات التي تصور بأن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، يعني تشمل هذه الروايات المرأة إذا كانت هي في صدد الكد على عيالها لأنها لا تجد من يوفر لها لقمة العيش. صحيح ربما في مجتمعاتنا مثل هذه الحالة نادرة، لكن هناك مجتمعات إسلامية قد ينحصر الحال في بعض الأحيان بأن المرأة هي التي توفر لقمة العيش، وبالتالي تشملها حتى هذه النصوص. من بات متفكرا في الكد على عياله بات كالمتشحط بدمه في سبيل الله. إذن فهذه قاعدة ينبغي أن تكون واضحة، وهذه الآية القرآنية تبين لنا هذا المعنى، أن بنات شعيب الذي هو النبي في تلك البلدة كن يمارسن العمل، أرسل بنيات للاستسقاء. وما يمكن نصور بأن هذه ليست مهنة، ربما يقول القائل هذه مجرد خدمة أراد شعيب من البنيات أن يقمن بها، لا، هذا عمل. في تلك المرحلة من الزمن في تلك البلدة كان الاستسقاء عملا، بدليل أن موسى فيما بعد استؤجر عند شعيب لأعمال من أهمها الاستسقاء. إذن هذا عمل، عمل كن بنات شعيب يمارسنه، وشعيب هو النبي، يعني هو القدوة لهذه البلدة. فإذن المنهج القرآني يطرح قضية عمل المرأة على أنها أمر مشروع، لكن بهذه الشروط، أن تكون المرأة قادرة على أن تراعي كل الضوابط الإسلامية. رأينا نساء أو بنيات شعيب يقولن لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لابد أن نراعي الموازين والضوابط الشرعية. هذه القاعدة الأولى أو هذه القضية الأولى التي تقدمها لنا هذه الآيات. القضية الثانية أن عمل المرأة وفق هذا السياق القرآني لا يمثل القاعدة، وإنما يمثل الاستثناء. يعني الأصل في المرأة أنها تحاول أن تبتعد عن مناحي العمل وتبتعد عن مزاحمة الرجال، وتحرص كثيراً على أن لا تنخرط في الساحة الاجتماعية إذا كان ذلك يتعارض مع شؤونها وأهدافها في الحياة، لكن إذا اضطرت لا بأس بالنزول.
وهذا يبينه لنا المقطع الأخير من الآية، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني يا موسى لا تستغرب الذي استدعانا للخروج للاستسقاء أن لدينا عذر، أبونا شيخ كبير غير قادر على ممارسة هذا الدور فنحن مضطرات. ومن هنا ينبغي أيضا أن تأخذ المرأة هذا كمنهج، إذا لم تكن مضطرة للعمل فلا ينبغي لها أن تزج بنفسها في هذا المعترك. نعم الاضطرار له صور، أحيانا الاضطرار اضطرار مادي كما بينا في الصورة الأولى، وأحيانا لا، الاضطرار اضطرار نفسي معنوي. المرأة تريد أن تحقق ذاتها في المجتمع، تريد أن تحقق طموحات. المرأة إنسان كالرجل، لها طموحات لها أهداف، فقد ترى أحيانا أن طموحاتها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ممارسة عمل تحقق من خلاله ذاتها. إذن هذا يمثل حالة من الاضطرار المعنوي لا مانع منه. ومن هنا نقول لا ينبغي أن يصبح عندنا نوع من النظر الإشمئزازي إلى المرأة إذا مارست عملا من الأعمال، لا، ينبغي أن نحترم قرارها وأن نحترم وجهة نظرها، لأنها بالنتيجة إنسان له طموح له أهداف له مشاريع، فلا مانع أن تنخرط المرأة في هذا المسار. وهذا المنهج كما قلنا يؤشر إليه القرآن الكريم من خلال هذه الآية المباركة، لكن مع التأكيد على أن المرأة يجب أن تجعل من حجابها وعفتها أولوية، بحيث لابد أن تجعل أجواء العمل تتناسب مع هذه الحالة. وهذا هو الأساس الثالث الذي تطرحه الآية المباركة في المقطع الأخير من الآية الثانية. لاحظ الآية تتحدث عن الأجواء التي كنا بنيات شعيب يمارسن عملهم أو عملهن ضمنها، يعني تتحدث عن بيئة العمل، أن بنيات شعيب كنا حريصات على أن تكون بيئة العمل لا تتقاطع مع عفتهما، مع عفتهم وحجابهم وحشمتهم. وهذا أيضا أساس قرآني، المرأة إذا قررت أن تنزل إلى سوح العمل وتمارس عملا من الأعمال لابد أن يكون هذا أيضا أولوية في حياتها. كيف تجعل بيئة العمل بيئة صالحة؟ هل بيئة العمل بيئة لا تمس حشمتي لا تمس عفتي؟ إذا كانت البيئة بيئة محتشمة تتناسب مع أسسها ومبادئها وقيمها وعاداتها وتقاليدها فلا مانع من ذلك، أما إذا كانت بيئة العمل لا توفر لها هذا المعنى فيجب أن تجعل المرأة من قيمها ومبادئها أولوية تغلبها على العمل. وكأنما القرآن يريد أن يقول بأن عفة المرأة وحشمتها وحجابها وكرامتها ينبغي أن تكون هي المطمح الأول للمرأة، يعني أهم هدف في الحياة للمرأة يجب أن يكون كرامتها، لابد أن تعيش بكرامة. أما إذا كانت بيئة العمل تضطرها إلى التنازل عن كرامتها فلا ينبغي لها أن تقتحم هذه البيئة. إذا كانت تتعرض لمضايقات من نظرائها في العمل من الجنس الآخر بحيث يحاولن أن يخدشن كرامتها يخدشن عفتها فلتجعل هذا خطا أحمر. إذا بيئة العمل لا توفر لك بيئة محتشمة بيئة تحافظين فيها على كرامتك فينبغي أن تتراجعي عن هذا المسار. إذن من خلال هذه الآية القرآنية توفرنا على الرؤية القرآنية التي ترتبط بعمل المرأة ونزول المرأة إلى الساحة الاجتماعية أعم من أن تمارس عملاً مهنياً أو عملاً اجتماعياً تطوعياً. تعالوا إلى المحور الثاني وهو مركز حديثنا. في المحور الثاني نتناول نظرية طرحها علماء الاجتماع حديثاً ترتبط بما يعبر عن بدور البيئة النقية في تنمية الإبداع والكفاءات ودور البيئة غير النقية في قتل الإبداع والكفاءات. شلون؟ يقولون علماء الاجتماع
إذا أردنا أن ننمي كفاءات وإبداعات المجتمع لابد أن نوفر للمجتمع بيئة نقية يستطيع الفرد أن يحقق ذاته من دون أي مضايقة، من دون أي شيء يكدر عليه صفو إظهار إبداعه وكفاءاته. شلون؟ يضربون أمثلة، يقولون مثلا الأسرة إذا كانت لا تتوفر على بيئة هادئة نقية مستقرة مطمئنة ربما تكبت أبناءها وتكبت إبداعات الأبناء وكفاءاتهم. شلون؟ يجي لك أب من الآباء يحول البيت إلى مؤسسة عسكرية، دائما يعالج القضايا في المنزل بالعنف بالتهديد بالوعيد بالتخويف بإصدار الأوامر بالتأنيب بالإحراج بالضرب أحيانا، فيعيش الأبناء حالة من الرعب حالة من الخوف، وخصوصا إذا اقترن الأب أيضا بامرأة هم من نفس المزاج يعيشون الأبناء المساكين وكأنهم في سجن، يسيطر عليهم الخوف والقلق فلا يستطيع الابن أن يبرز إبداعاته. إذن إذا أردنا أن نجعل الأسرة حاضنة لتنمية الإبداعات والكفاءات يجب أن نتخلص عن هذه العادات التي ورثناها، أنه لابد تكون شخصيتي في البيت قوية، لابد أن أرهب الأبناء، لابد أن يخاف مني الأبناء. لا يا عزيزي، اليوم هذا المنهج منهج بات قديما وبائسا. اليوم حاول تعيش في البيت مع أبنائك حالة الصداقة، تشعرهم بأنهم أصدقاء لك، تجلس معهم تتعرف على همومهم على مشاكلهم، تجعلهم يتعايشون معك بأريحية. نعم الوقار محفوظ والهيبة محفوظة ولا تنافي بين الأمرين. إذن إذا كانت البيئة الأسرية بيئة فيها نوع من التخويف والترهيب لا ريب أنها تقضي على إبداعات الأبناء. هذا المعنى تماما أيضا ينطبق على المدرسة، إذا كان المعلم أو المعلمة، هم هناك معلمات يمارسن هذا الدور كما أن هناك معلمون أيضا يمارسون هذا النوع من الترهيب للأبناء في المدرسة، كل تعامل مع الطلاب تأنيب وإحراج وتعنيف، هذا بلا إشكال أيضا يوفر بيئة غير نقية للطلاب فيقتل إبداعهم وكفاءاتهم. هذه نظرية اليوم مبرهنة في علم الاجتماع. إذا تريد البيئة تنتج لك مبدعين في البيت في المدرسة في مؤسسة العمل يجب أن تكون البيئة بيئة هادئة بيئة مستقرة لا يغلب عليها حالة الترهيب حالة التخويف ولا حالة التسيب التي أيضا تقتل الإبداع. لابد أن تكون بيئة متزنة بيئة مستقرة بيئة تسودها الطمأنينة والهدوء حتى الأفراد يشعرون بأن الأجواء تعينهم على إبراز إبداعاتهم وكفاءاتهم. هذا المعنى كما ينطبق على البيئات الصغيرة أسرة صف دراسي ينطبق أيضا على البيئة الاجتماعية بشكل عام. المجتمع الكبير إذا كان يعيش بيئة هادئة مستقرة يكون أيضا منجم للكفاءات وللإبداعات. أما إذا كان المجتمع الكبير يعيش حالة من الإرباك تمييز عنصري تمييز طائفي تمييز قومي لا إشكال أن هذا يقضي على الكفاءات. شوف التجربة الأوروبية والتجربة الأمريكية قبل قرون واستمر هذا الأمر إلى قبل عقود من الزمن، كانت العرقية البيضاء في أمريكا وأوروبا تمارس حالة من الاضطهاد للأعراق الأخرى السود المساكين الذين عانوا الأمرين في أمريكا وأوروبا، فقتلت إبداع هذه الفئة وما برزت هذه الفئة بإبداعاتها وكفاءاتها إلا لما استقر المجتمع الغربي والمجتمع الأمريكي وقضى على حالة التمييز العنصري. إذن المجتمع الكبير تنطبق عليه هذه النظرية أنه إذا وفر أجواء نقية وبيئة نقية وأجواء هادئة يكون المجتمع محلاً صالحاً لبروز الإبداعات والكفاءات. أما إذا كانت البيئة غير نقية فبلا إشكال لا تساعد على إظهار الكفاءات والإبداعات. هذا المعنى تماماً ينطبق على حالة المرأة في مجتمعاتنا.
هل وفرنا للمرأة أجواء هادئة نقية تعينها على أن تظهر إبداعها وكفاءاتها، أم أن مجتمعاتنا في الأغلب الأعام توفر بيئة مضطربة، بيئة مليئة بالصخب، بيئة مليئة بالتشويش على المرأة؟ في واقع الحال إذا نستقرأ واقعنا الاجتماعي في الفترة المعاصرة نجد أن المرأة لم تمر إلى اليوم بدور تعيش فيه حالة الهدوء الاجتماعي، الهدوء الإعلامي، الهدوء التوعوي. دائما الخطاب والثقافة السائدة في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية على وجه الخصوص مليئة بالصخب تجاه المرأة. وتعالوا نستقرأ دورين مهمين من الأدوار المعاصرة التي عايشناها، الدور السابق والدور الحالي. سنجد أن كلا الدورين ما عاش المجتمع فيه حالة هادئة في نظرته إلى المرأة. أما الدور السابق فقد كان الخطاب السائد اللي يصنع ثقافة مجتمعنا ووعي مجتمعنا يتشاطره شقان أو نمطين من الخطاب، الخطاب الديني من جهة والخطاب الثقافي من جهة أخرى. أما الخطاب الديني فكان خطاباً في أغلب الأحيان منحاز عن المرأة، يعني شديد في نوع من الشدة، في نوع من الترهيب للمرأة، وهذا الخطاب الإسلامي العام متشدد تجاه المرأة. تشوف دائماً الخطاب الإسلامي الذي كان يطرح في العقدين السابقين يركز على هذه المفردات التي تصور المرأة وكأنها كائن غير قادر على أن يحقق ذاته، أن يبين قدراته. المرأة في الخطاب الديني الذي كان متداول في العقدين السابقين، المرأة شر لا بد من هذا، نصوص دينية وسنبين قيمة هذه النصوص. النساء ناقصات العقول، النساء كيدهن أعظم من كيد الشيطان. مثل هذه الخطابات كانت منابرنا مليئة بها. لا تعلموهن القراءة والكتابة ولا تسكنوهن الغرف. هذه الخطابات وهذه الأدبيات اللي كانت تسيطر على خطابنا الديني، دائما تقليل من شأن المرأة، النساء ناقصات العقول، لا يمكن أن يوثق بالمرأة، لماذا؟ ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ثم نبين أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، استناد على آية قرآنية جملة من المفسرين فسروها بمعنى آخر. النصوص التي تتداول النساء ناقصات العقول أو المرأة شر وأشر من ذلك أنه شر لا بد من، هذه كلها روايات ضعيفة، كلها روايات لا تستند على سند صحيح. ولذلك ارجعوا إلى كتابات علمائنا حول المرأة تجدوهم يضعفون كل هذه النصوص الدينية. إذن الخطاب الديني في تلك الفترة الماضية كان يمارس دور الإقصاء والتهميش للمرأة والتقليل من شأن المرأة، مما أوجب حالة من الهزيمة الداخلية عند المرأة، تشعر بأنها فاقدة للثقة بنفسها، غير قادرة على أن تخوض غمار مجتمع خطابه الديني هكذا. وهنا لابد من تعليق، الخطاب الديني أيها الأحبة مو دائما يمثل الدين، لا، الخطاب الديني يمثل فهم من أفهام الدين. يعني مثل هذه الخطابات التي نسمعها من بعض المتشددين حينما يقدم الدين بأنه ينظر إلى المرأة بهذه الصورة، هذا ما يعني أن الدين هو هذا واقعه، لا، هذا يعني أن فهم المتحدث حول الدين يقدمه بهذه الطريقة، وفرق بين فهمنا للدين وبين واقع الدين. واقع الدين أنه يقدر المرأة، يعتبر المرأة كفء الرجل، ولذلك وجدنا القرآن والإسلام في تعاليمه لا يفرق بين المرأة والرجل، كل التكاليف الإلهية تنطبق على المرأة والرجل على حد سواء، ما شفنا تكاليف فقهية توجه إلى الرجل ولا توجه إلى المرأة،
كل فرائض الإسلام يتكافأ فيها الرجل والمرأة. هذا هو الخطاب الإسلامي الأصيل الذي يساوي بين المرأة والرجل. نعم هناك فوارق تكوينية بين المرأة والرجل لا بد أن يراعيها الإسلام. فإذا الخطاب الإسلامي مع شديد الأسف اللي كان سائد في العقدين السابقين هو خطاب يقصي المرأة ويهمش المرأة، مما جعل البيئة الاجتماعية والثقافة السائدة ثقافة غير نقية تجاه المرأة، تربك المرأة، تربك تصورات المرأة. الخطاب الثقافي نفس الكلام، البعض يتصور يعني أن الخطاب الثقافي كان مؤازراً للمرأة، لا لا لا، حتى خطاب المثقفين كان منحازاً ضد المرأة وكان يهمش المرأة ويقصي المرأة. لماذا؟ لأن طبيعة المجتمع الشرقي مجتمع ذكوري، مجتمع يمارس أحياناً حالة من التنمر تجاه المرأة، وبالتالي الخطاب الثقافي أيضاً كان يهمش المرأة ويقصيها. مهما حاول المثقفون أن يصورون أنفسهم بأنهم منحازين للمرأة وأنهم يقدمون خطاباً أفضل من الخطاب الديني، لا، واقع الخطاب الثقافي أيضاً أنه كان يهمش المرأة ويقصي المرأة. والدليل على ذلك الأرقام والإحصاءات. تعالوا إلى المجتمع الغربي اللي جملة من خطاباتنا الثقافية تستورد حالة المؤازرة والمناصرة للمرأة من الخطاب الغربي. تعالوا نشوف الإحصاءات في المجتمع الغربي هل فعلا تساعد وتبين أنه ما كانت المرأة مهمشة ومقصاة في المجتمعات الغربية. لا، كل الأرقام تؤكد على أن المرأة حتى في المجتمعات الغربية كانت مهمشة ومقصاة، وأن هذا الخطاب الإعلامي الذي يسوق له في الغرب إنما هو خطاب تسويقي ليس خطاب واقعي. تذكر بعض الإحصاءات، هذا إحصاء أنا أخذته من مجلة ألمانية مترجمة إلى اللغة العربية، تقول بأنه إلى العامين الأخيرين نسبة المناصب الإدارية والقيادية التي تحتلها المرأة في المجتمع الأوروبي لا يتجاوز 26 إلى 30%. يعني برغم ضخ المرأة أو زج المرأة في سوق العمل وفي المناصب الحكومية وما شاكل، ما أعطيت المرأة المساحة المناسبة لها. كل المناصب التي تشغلها المرأة من مناصب مهمة في المؤسسات وفي أجهزة الدولة لا يتجاوز 26 إلى 30%. يعني أكثر من الثلثين المناصب يستأثر بها الرجال. إذا هذا ماذا يكشف؟ هذا يكشف عن أن هناك انحياز للرجل وتهميش للمرأة وإقصاء للمرأة. بل بعض الإحصاءات تقول بأن دخل المرأة في الوظيفة التي تطابق وظيفة الرجل، يعني تشتغل نفس الشغل اللي يشتغل الرجل بنفس المسمى وبنفس الميزات وبنفس الشهادات والكفاءات، لكن راتبها يقل عن راتب الرجل ب21%. يعني تعمل المسكينة 77 يوم قياساً إلى هذا الرجل المشابه لها في نفس طبيعة العمل وفي نفس المنصب 77 يوم بلا أجر. إذن هذا انحياز للرجل. رقم آخر، تعالوا على المستوى الآن السياسي، الغرب يرفع شعار أنه ساوى بين الرجل والمرأة وأنه أعطى المرأة فرصتها وحريتها. وكلكم تتابعون الإعلام، الشخصيات السياسية التي تراها في الغرب كم نسبة الرجال وكم نسبة النساء على مستوى المناصب السيادية، رؤساء دول أو مناصب وزارية، كم نسبة المرأة في الشاشة التلفزيونية حينما تتابع الأخبار السياسية؟ كم امرأة تنصب أو تشغل منصب سياسي كبير في العالم الغربي؟ أمريكا إلى اليوم ما وصل إلى رئاسة امرأة. إذن لا زال الخطاب الثقافي إلى اليوم حتى في أوروبا وأمريكا الذي تعتبر مهد الانتصار للمرأة إنما هو خطاب تسويقي ليس إلا، وإلا واقع الخطاب هناك لا زال يعاني من حالة الانحياز والتهميش والإقصاء. إذن فلم تتوفر إلى الآن في مجتمعاتنا المحلية على أفضل التقادير بيئة هادئة تجعل المرأة قادرة على أن تحقق ذاتها وتنجز ما تطمح إليه. هذا إذا تحدثنا عن الحقبة الماضية. تعالوا إلى الفترة المعاصرة اليوم.
اليوم الذي يعتبر بعد هذه الفترة هي فترة المرأة، الآن انتصار للمرأة والمرأة جاية تأخذ كثير من حقوقها وتعطى كثير من الصلاحيات، فسحت لها القيادة، قيادة السيارات، فسحت لها أمور كثيرة. هل فعلا وفرت هذه الأجواء حالة من الهدوء للمرأة بحيث تستطيع المرأة أن تحسب أولويات بدقة وتشوف إلى وين تريد توصل وتشوف ماذا تريد أن تحقق في هذه الحياة، أم أنها المسكينة دخلت أيضا في نوع من الصخب الإعلامي بحيث هم لا زالت تعيش حالة من الارتباك؟ أنتوا هذا تشوفون اليوم، تعالوا على المستوى الإعلامي، حتى على أبسط الأمور لا نوفر لهذه المرأة المسكينة الأجواء الهادئة. فكرة أو مثال واحد، قضية قيادة المرأة، أول ما بدأت المرأة مسكينة تمارس هذا الجانب، وسائل التواصل الاجتماعي صارت مليئة بالنكت ومليئة بالاستهزاء بقيادة المرأة. ليش نوفر هذه الأجواء السلبية بحيث نخلي هذه المسكينة ترتبك أكثر مما هي مرتبكة في داخلها؟ لأننا لم نوفر لها أجواء بنت حالة الثقة في داخلها. وتعال إلى الإعلام، الإعلام اليوم لما نتكلم عن الإعلام العربي، شنه يطرح في الإعلام العربي حول المرأة؟ كل التركيز على مظهر المرأة، ثلاثة أرباع البرامج التي يسوق لها في فضائياتنا كلها تركز على مظهر المرأة، جمال المرأة، أخبار الموضة وتعميق لهذه الأمور، وتصور كأن مظهر المرأة هو المطلب الأساس، هدفك أيتها المرأة فقط مظهرك. عجيب شلون متاجرة بمظهر المرأة. يعني اللي وصل الحال اليوم في مجتمعاتنا أنه بدأ يتشكل عند أطفالنا طموح أنهم ينخرطون في هذا المسار، المسار المرتبط بالمظهر والموضة. يعني قبل عدة سنوات كان أكبر مطمح للمرأة أنه تصير مثلاً إعلامية، وربما الإعلام يعني قد ينبلع شوي مثل ما نقول بتعبيرنا، ممكن للمرأة أنه تصير صحفية أو تصير إعلامية وتحافظ على حجابها وحشمتها وعفافها. لكن اليوم تشوف مقطع يتداول، أب يسأل بنت الصغيرة شنه طموحك لما تكبرين تصيرين، تقول له أريد أصير عارضة، تعبير اليوم هذا موديل. بالله عليك، هل هذا المسار يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا؟ شنو يعني عارضة؟ يعني المرأة تفاخر بمظهرها ومفاتنها والمستجار بالله؟ وين القيم الإسلامية؟ وين العادات والتقاليد التي تربينا عليها؟ إذن من وظيفة الأسرة أن تخلق حصانة عند البنت من هذا الاتجاه. وتعال انفتح على وسائل التواصل الاجتماعي وشوف أيضا شنه الخطاب الرائج وشنه الخطاب السائد. كل منصات التواصل الاجتماعي التي يتحكم فيها نساء لهن نفوذ، بحسب ما يحدثني بعض الإخوة القريبين من هذه الأجواء، يقول جل تركيز هؤلاء على مظاهر الترف. شوف ذولا المتنفذات في وسائل التواصل الاجتماعي تريد تصور نفسها لهؤلاء النساء الفقيرات المسكينات أنها تعيش حالة الترف في مسكنها، في لباسها، في أسفارها، في أطعمتها، وتخلي النساء العاديات يعيشن حالة من الضغط النفسي تريد توصل إلى هذا المستوى. ليش هذه الناشطة في وسائل التواصل بيت بهذا الشكل، طعامها، لباسها، مسايرة للموضة، أنا ناقصة؟ ويبدأ الضغط على البيت وعلى رب البيت وعلى هذا المسكين الفقير الزوج ليوفر فرص من هذا القبيل، وتبدأ تنخلق عندنا المشاكل. وإن شاء الله راح نتعرض إلى بعض المشاكل الأسرية في محاضرة قادمة. إذن من الواضح أننا إلى اليوم ما وفرنا إلى هذه المرأة المسكينة ثقافة صحية تجعلها تعيش حالة الاتزان وحالة الاستقرار. خطاب إعلامي
مربك، ثقافة مربكة، انفعالات مربكة، بحيث هذه المرأة مسكينة ما عادت تعرف أولويات. هل أولويات تحافظ على أسرتها؟ هل أولويات تحقق أهدافها التي تنسجم مع قيمها ودينها وعاداتها وتقاليدها، أو تزج بنفسها في هذا المسار العالمي الذي يبعدها عن دينها؟ يركز على هذه القضايا المرتبطة بالمظهر وبالجسد. وأن هذا هو معنى التحرر، وهذا هو معنى الحرية. إلى متى تتقيدين بعاداتك وبتقاليدك وبدينك؟ والنتيجة انزلاق للمرأة وبعد عن الدين والمستجار بالله. إذن فمن وظيفتنا أن نبعد هذا الصخب، الصخب الإعلامي، الصخب الثقافي، الصخب الاجتماعي، حتى نوفر بيئة هادئة لنسائنا، لبنياتنا. ومن لا يستطيع أن يوفر هذا الجو على المستوى الاجتماعي فلا أقل يوفره على مستوى البيت والأسرة. خل بنتك تفكر بهدوء، لا تجعل هذه الوسائل تربك المشهد عليك داخل الأسرة. خلك دور فاعل داخل بيتك، تثقف بنياتك بالثقافة الأصيلة، مو تجعلها عرضة لهذه الوسائل ولهذه الفضائيات تتلاعب بها يمينا وشمالا. إذن فنحن من خلال هذا الطرح نريد أن نؤكد على أن هذا الصخب الاجتماعي، هذا الصخب الإعلامي، هو الذي يوصل المرأة إلى حالة الارتباك الذي تعيشه اليوم. ولذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: رفقا بالقوارير. يعني خلوا خطابكم، خلوا إعلامكم خطاب وإعلام يرفق بهؤلاء. تناول المرأة بهذا الشكل المبالغ فيه والمفرط يوجب ربكة، يجعل المرأة لا تعرف أولوياتها، لا تعرف أهدافها. ولذلك لاحظوا تاريخنا الإسلامي وتاريخنا الكربلائي، لما كانت بعض النساء يعشن في أسر توفر لها الأجواء الإسلامية النقية، خرجت هذه البيوتات نساء استطعن أن يخضن غمار تلك الأحداث الصاخبة. وإلا بالله عليك الحوراء زينب، شلون تقدر تتعايش مع أحداث كربلاء وما بعد كربلاء وهذا الصخب الإعلامي والأموي الموجه ضدها وضد أهل بيتها؟ لكن لأنها تربية أمير المؤمنين سلام الله عليه، هالصخب ما أثر على ثباتها وبصيرتها. وهذا ما يقتصر على بيوتات المعصومين، لا، أحيانا النساء عاديات أيضا يستطعن أن يخضن الغمار برغم الصخب الشديد. وعدنا في هذه الليلة مثال واضح، طوعة رضوان الله عليها في ظل المجتمع الكوفي وصخب عبيد الله ابن زياد وإعلام ابن زياد الذي خوف الرجال وأرعب الرجال وصور لهم أن أي مؤازرة لمسلم تعني القتل والموت، تجي هذه المرأة الثابتة الجنان القوية الشخصية فتستضيف مسلم في ليلة شهادته غير آبهة بابن زياد ولا جنوده. لكن بلا إشكال دخول مسلم إلى بيت طاعة كان أمرا عزيزا على مسلم. أراد أن يفاتحها، قال: أمة الله إني عطشان. جاءت إليه بقدح فيه ماء، شرب الماء، بقي واقفا على باب الدار. قالت له: يا هذا، إني لا أحل لك الوقوف على باب داري. امرأة عفيفة، شلون هذه الكلمة سقطت على قلب مسلم ومسامع مسلم؟ قال لها: أمة الله إني غريب، ما إلي أحد في هذا البلد، فهل لك أن تضيفيني سواد هذه الليلة وشفيعي إليك رسول الله؟ عجيب،
أنت من أسرة رسول الله، أنت هاشمي. قال نعم أنا مسلم بن عقيل وقد خان بي أهل مصركم. أنت مسلم؟ تفضل على الرحب والسعة. قالت ليغاتي ما عرفتك ومن ريبت منك طردتك. أنا الخادمة، أنا الخادمة وسهلة طلبتك. تفضل يا مسلم على الرحب والسعة. أدخلته إلى بيتها، أفردت له غرفة من الدار. لا زال ليلته تلك قائما وقاعد وراكعا وساجد إلى أن جاء ابن هذه المرأة، رآها تكثر من الدخول والخروج إلى هذه الدار، سألها أخفت عن أصر عليها، أخذت عليه العهود والمواثيق، ثم أخبرته أن في الدار مسلم بن عقيل. لم يقر له قرار هذا الولد، وبمجرد أن طر عمود الصباح مضى إلى قصر الإمارة. يا أيها الأمير، البشارة البشارة، ما الخبر؟ قال إن أمنا تجير الأعداء، إن في دارنا مسلم بن عقيل. يقال طوقه بطوق من ذهب، ثم التفت إلى ابن الأشعث قال أمضي بخمسمائة فارس وأتني بمسلم أسيرا أو قتيلا. آجركم الله ما طر عمود الفجر إلا وصوت صهيل الخيل وقعقعة اللجوم يحيط بدار طوعة. جاء الطوعة إلى مسلم، قالت له يا مسلم إنهار، فلقد جاءك القوم من حيث تحذر. قال لا عليك، ناوليني سيفي. آجركم الله، برز إلى القوم وطوعة تشجعه. قل لإنهض لفاك القوم يا حيد، أريدك مراجل عمك تعيد وتخلي جثثة تارس البيد. يقلها يا طاعة تشجعيني، وبعمي حدار تذكريني، أنا والله لرد جيش اللي يجيني ما دام صمصامي بيميني. تذكريني بعمي أمير المؤمنين، هذا اسم عزيز على قلبي. آجركم الله، أخذ سيفه نزل إلى القوم وهو يرتجز ويقول أقسمت ألا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أخدع أو أغرى. رد شعاع الشمس فاستقر. قال له ابن الأشعث يا مسلم، لا تخدع ولا تغار، لك الأمان. قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والخيانة. تدري شنه المؤلم يا مسلم يا مؤمن في قضية مسلم؟ ما يذكره بعض المؤرخين على ما في بالي الطبري يذكر هذا المعنى، يقول اشترك في قتال مسلم الرجال بسيوفهم في المعركة، والنساء من على سطح الدار يرمينه بشعل النار. بعد والأطفال يرمونه بالحجارة. عز هذا الأمر على مسلم، نادى فيهم ويحكم، ما لكم ترموني كما يرمى الكفار، أولست من بيت النبي المختار. آجركم الله،
أكثر فيهم القتل. فاستنجد ابن الأشعث بالمداد يقول الطريحي، ثم احتالوا له بحيلة فحفروا له حفيرة في الميدان، غطوها بدغل وتراب، كروا عليه كر عليهم، انهزموا من بين يديه، فمن جلت الغبر إلا ومسلم في وسط الحفيرة. صح ونادي ومسلما وغريبا ووحيدا، لولا القضاء والحيلة اللي دبره، حفرة وبميدان حفيرة وستره، فيها تقنطر والمحاسن جرحه. صاب ابني الأشعث ويح قلبي بمحجر العين، آجركم الله أوثقوه، أرادوا أن يأخذوه، فدمعت عينا مسلم. التفت إليه أحدهم قال يا مسلم، إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي إذا نزل به الموت. قال ويحك، ما لنفسي بكيت. إذن وين قلب مسلم؟ قلب مسلم على الحسين. إنما بكيت لأهل القادمين بعدي، آجركم الله. أخذوه إلى قصر الإمارة، دخل ولم يسلم، قال له الحرسي، لما لا تسلم على الأمير؟ قال ويحك، ما هو بأمير. إذن من أمير مسلم؟ كلنا عن لسان الحال. أمير حسين ونعم سراج فؤاد البشير النذير، آجركم الله. قال له ابن زياد، سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة، آجركم الله. طلب مسلم بعض الماء، جاء إليه بإناء فيه ماء، أراد أن يشرب فامتلأ دما فرمى، جاء له بقدح آخر أراد أن يشرب فوقعت شفته في الماء. صح ونادي ومسلم، آجركم الله. نادى ابن زياد، أين بكر بن حمران؟ أجابه بالتلبية، قال اصعد بمسلم إلى أعلى القصر واضرب عنقه وارمي بجثته إلى الأرض. صعد وبمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه للحجاز يخاطب حسين، يا حسين أنا مفروض ردوا لا تجوني، خانت بي الكوفة عقب ما بايعوني، وللطاغي بن زياد كلهم سلموني. آجركم الله. أمهله ابن حمران ليصلي ركعتين، وما إن أنهى مسلم صلاته، وإذا باللعين فتح باعه ورفع سيفه وأهوى بالسيف على رقبة مسلم. أيوة مسلما ومصيبة. ثم رمى بجثته إلى الأرض، ما وصلت إلا وقد تكسرت عظام مسلم.
وسلم أجركم الله. هذا المشهد فقط وبه أختم. يقولون إن طوعة لما أخذ مسلم ملببا مكتوفا وقفت على رأس سكة الشارع تنتظر خبر مسلم، تقول لعلهم يسجنوه، لعلهم يرسلوه إلى الشام أسيرا. بينما هي كذلك تترقب خبر مسلم، وإذا بها ترى لمة من الناس تهرول، والأطفال من خلفهم يسحبون شيئا حققت النظر، وإذا بها ترى جثتي مسلم وهاني. هاي نخوة نخوة للهاشمين. ها يا صناديد الحريبة وين ذيك المرجلة، هذا مسلم مثلوبة كرضيته يا هلا، ما جرت عاد الجنايز تنسحق بين الملا. وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة.